السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين سامبل. اليوم غنشوفوا طريقة تحضير كيك سهل. مكونات بسيطة، بيضتين فقط، كيجي رائع، كيجي رطب وهشيش، ناجح 100%. فتابعوا معايا لا فيديو للأخير، وما تنسوش ديروا لايك للتشجيع. ولكنتو أول مرة تشوفوا القناة، ضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد الوصفات. وغادي نحتاجو كمكونات: بيضتين، كأس إلى ربع سكر كرسانيدة، كأس حليب يمكن نعوضوه بالياغورت، نصف كأس زيت، جوج كؤوس دقيق أبيض، ملعقة كبيرة خل، جوج خمارات بيكنج باودر 14 غرام، كل وحدة فيها 7 غرام. أولا ناخدو الملعقة ديال الخل، نخويها على الحليب ونخليوه جانبا، نحركوه ونخليوه جانبا. وغادي ناخدو الخلاط الكهربائي، طبعا اللي عندها هذاك الطراب الكهربائي تستعملو، اللي ما عندهاش تاخد غير الخلاط. غادي نضيفو جوج بيضات، السكر، وغادي نطربوهم جيدا حتى يتجانس لنا السكر مع البيض. وغادي نضيفو ليهم الزيت وحنا كنخلطو، وغادي نضيفو الحليب اللي ضفنا ليه الخل ونخلطو. الحليب تقدروا تعوضوه بالياغورت. وناخدو اناء نخوي فيه هذاك الخليط كامل اللي صايبنا، عاد نضيفو الدقيق، طبعا الدقيق غادي نغربلوه، نضيفو الكاس الاول ونضيفو ليه جوج خمارات، كل وحدة فيها 7 غرام، ونغربلو. نخلطو. وغادي نضيفو الكأس الثاني حتى هو نغربلوه. ونخلطو. وناخدو مول، ناخدو المول اللي عندنا. انا غادي ندهنو غير من الجوانب بالزبدة ونرشو بالدقيق، لانني في الوسط غادي ندير ورق الزبدة. إلا بغيتو دهنوه كامل دهنوه، نرش بالدقيق، وهنا في الوسط غادي ندير ورق الزبدة، وناخدو الخليط ديال الكيك ونخويوه في المول. نحاولو نهزو يدينا الفوق، عاد نخويو. وندخلوا الكيك ديالنا للفرن على حرارة 170 حتى 180 درجة حتى طيب، ونخرجوها. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما طاب.
انا زينته غير بالكونفيتير والكوك، طبعا التزيين كيبغى اختياري، زينو باللي بغيتو كيف ما كتشوفو، كيجي رائع، كيجي عالي ورطب ومذاق رائع. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم. ولا عجباتكم وصفة اليوم ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع، وبآرائكم اللي تشجعني نعطي أكثر، وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب.